اهلا بحضراتكم من جديد، ومعانا المهندس عبد الله العياشي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي تحت السن، وكان بيستعرض برنامجه الحياه اللي فيه كتير من الجوانب المهمه. حضرتك وصلت للنشاط الرياضي. هنستكمل بقى من مقترح اضافه الالعاب بعد النشاط الرياضي. احنا عندنا يعني ربنا كرمنا بمرسى على النيل في اهل الجزيره، فانا بقترح ان احنا يبقى عندنا ابحار شراعي وتجديف، بقترح ان يبقى فيه جودو وتايكوندو، كروسفيت، رمايه، قوس وسهم، ابحار شراعي طبعا وتجديف، وكروكي وكره السرعه. دي الرياضات اللي انا شايف ان احنا نقدر ان احنا نشتغل على الملفات بتاعتها، ابحار شراعي وتجديف علشان اوريدي موجوده، قوس وسهم ورمايه والجودو والتايكوندو كالعاب اولمبيه وكالعاب قتاليه تقدر تفيد النادي وتخف الضغط شويه من على الكاراتيه. يعني في 4000 ممارس داخل النادي الاهلي، وحقيقي الناس بتطلب مننا ده كل ما تقابلنا داخل النادي الاهلي. فدي جزئيه النشاط الرياضي ومقترح اضافه الالعاب. وطبعا مقترح اضافه الالعاب ده احنا كان ليا الشرف ان انا قبل حتى ما اتقدم باوراق ترشحي ان انا تواصلت مع بعض اعضاء مجلس الاداره، وكنا بالفعل هنحاول ان احنا ندخل القوس والسهم داخل النادي، وشفت اكاديميه هتقدر انها تيجي تقدم الجهاز الاداري والجهاز الفني والاجهزه داخل النادي الاهلي، ومقابل انها تاخد جزء من رسوم الاشتراك والباقي يدخل خزينه النادي. لكن المشكله بس في دراسه المساحات مع الاداره الهندسيه. تمام. فبما ان ده تخصصي فباذن الله ان احنا نقدر نشتغل على الملف ده بقوه ونلاقي النادي الاهلي فيه الالعاب دي برضه. ان شاء الله. ننتقل بقى للجزئيه اللي بعد النشاط الرياضي، وهي الانشاءات ورفع الكفاءه. طبعا لا يخفى ملعبك مهندس مدني. فاحنا بنتكلم عن استكمال البنيه الاساسيه ومراحل الفروع. جاي لنا شكاوي كتير جدا من اهلي زايد، الناس يعني حاسه ان يعني احنا متاخرين قوي. وكذلك في التجمع. ثلاث صالات كبيره هتفتتح خلال ايام في الشيخ زايد. بكره باذن الله هتفتتح. انا مع حضرتك، وانجاز جميل لمجلس الاداره ومجهود مشكور عليه. لاحظ ان الدوره دي يعني المجلس ده ما كانش برغم بكل اللي اشتغلوا، انما انت بتتكلم في سنه كورونا. اقتصاديات الدول مش الانديه اتضربت. هقول لحضرتك حاجه بامانه، يعني انا بختلف مع ناس كتير قوي في ده. انا واحد من الناس كنت في كورونا وقعدنا السنه في البيت وتاثرت الشركه عندنا ومجال عملنا بشكل كبير، لكن قطاع المقاولات وقطاع الرياضه في مصر ما تاثرش. كان في شغل، العماله كانت بتنزل، الدوله ما بتتاخرش، الدوله احنا شايفين حجم التطور اللي فيها. في سنه كورونا استغلت ان الناس مش في الشارع وبنت كباري نزلنا من البيوت لقيناها في كل حته. كنا نتمنى ان النادي الاهلي ممكن يكون تاثر بدخل توقف النشاط، لكن وفي الوقت اللي كان ملزم بالعقود تفضل تسدد لانه البطولات شغاله. بس النادي الاهلي كبير، بدليل وانا يعني هاخد كده اقتطاف بسيط عن المهندس محمد سراج في لقائه مع حضرتك، وهو عضو مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي. النادي الاهلي في خلال الاربع سنين دي قادر ان هو يفتح عضويات توتال الدخل بتاعها مليار و700 مليون جنيه. فاذا خزنه النادي الاهلي فيها فلوس، بالتالي انا ما كنتش اقدر اوقف انشاءات. بالعكس، في شركات مقاولات واحنا متعاقدين مع الانتاج الحربي، والانتاج الحربي ما وقفش بنا في مصر كلها، فليه يوقف داخل النادي الاهلي؟ كنا نتمنى ان يبقى في سرعه اكتر في الانشاءات، مش علشان حاجه، هو برضو علشان ابقى موفي الناس حقها وقدرها. النهارده مجلس الكابتن محمود والساده الافاضل اللي معاه حققوا انجازات. النهارده الجراج في اهل مدينه نصر انجاز، النهارده الصالات لما هتفتتح انجاز. لكن الناس بتتكلم، طب يا جماعه انتوا بتعملوا لنا الحاجه بتتاخروا علينا ليه؟ هو احنا لازم الجراج ده عشان يفتتح نقعد 3-4 شهور عربياتنا بتتكلبش بره او مش عارفين ندخل النادي؟ هنا بيبقى غضب الجماعه العموميه، مش غضب قصده شخص حد، لا، يا جماعه احنا شايفين الدوله المصريه بتتحرك ازاي، بنشوف الكوبري بيخلص في شهرين، احنا كنادي اهلي اللي اتعودنا عليه مش قادرين. بس انت فيما يتعلق بالانشاءات خد بالك انك الامر بيتعلق بتراخيص وموافقات، وانت ادرى مني في الامور ديت. طبعا، وبرضه النادي الاهلي قعد فترات طويله جدا عشان ياخد ترخيص وموافقه
على الارتفاعات بتاعه الاستاد في الشيخ زايد. طبعا لا، الاستاد ده ملف مختلف. العضو بيقول بس مش واخد باله ان المسائل وانت ادرى اجرائيا لها، وعلى مدار 20 سنه النادي الاهلي بيحاول ياخد موافقات الجراج، والجراج بقاله كتير فترات طويله الناس بتطالب والموافقات واقفه. هقول لحضرتك حاجه، النهارده لازم اوضح ده للجمعيه العموميه بشكل دوري. أيوه. علشان نتفادى اللبس اللي حصل. اتنين، طب انا النهارده انشاء الصاله حاجه والتراخيص حاجه، طب انا اخدت تراخيص في الانشاء قعدت انشا قد ايه؟ طب انا اخدت تراخيص بانشاء الجراج قعدت انشئ فيها قد ايه؟ اخدت ترخيص الحمام السباحه الترفيهيه كنت المفروض افتحه في شهر 6، افتتحته بعدها بست شهور، الجراج اجلت افتتاحه 3 شهور. الناس هنا بتحس ان في عندها مشكله. النهارده التتش اتكسر، شيء عظيم. ايه اللي بيتعمل هناك؟ الاعضاء عايزه حمام سباحه. لا، فوجئنا ان هو هتبقى منطقه العاب. طب يا جماعه نحط يافطه بسيطه جدا، المقاول فلاني، الاستشاري فلاني، المشروع 1 2 3 يخلص في مده قد كذا. يبقى انا خطبت الجمعيه العموميه، فالجمعيه العموميه قدرت ده وعارفه انا هفتتح ايه وهتحرك في الملف ده ازاي. دي نقطه بسيطه برضو، مش عايز اخد الساده المشاهدين. انت حضرتك استكملت البرنامج ولا لسه؟ لا ده لسه، مش عايز البرنامج دي عشان الوقت ما يقدرش نستكمل البرنامج، لكن كان لازم نوضح النقطه. اتفضل. فلازم ان احنا في الانشاءات باذن الله ان احنا نسارع في الانشاءات المختلفه سواء في فرع زايد او التجمع، وبنتكلم بقى على تحسين جوده الصيانه المختلفة داخل الفروع عشان احنا ما نعملش مشروع في سنة سنتين بنلاقيه اهلك والناس مستاء من مستوى الحمامات. طب الحمامات دي احنا مجددينها من 3 سنين من 4 سنين، فلازم نهتم شوية بالصيانة. ومقترح هو الأصعب عندي في الرؤية، لكن حلم أتمناه ان احنا نتوسع في الفروع، لكن انا عندي فرع محتاج ان احنا نعمله في العالمين الجديدة مع توجهات الدولة في انشاء المدن المختلفة، ان يبقى منتجع سياحي وفرع للنادي الاهلي داخل العالمين. بنشوف الضغط على مرسى مطروح، على المنتجع بتاع مرسى مطروح، وان هو فولي بوك دايما. احنا من شهر 2 الناس بتحاول تحجز ومفيش اماكن، فلازم ان احنا يكون النادي الاهلي ليه منتجع وليه فرع في العالمين. لان العالمين النهارده مع التطور اللي بيحصل والقطر اللي بيوصلنا في خلال ساعه هيبقى موقع كويس ونقدر نستفاد بيه في المعسكرات المختلفة، وان يبقى جهة سياحية الناس تتعرف على مدينة العالمين وعلى النادي الاهلي داخل مدينة العالمين. وبرضو زيادة او فتح العضويات فيه هتفيد كتير جدا خزينة النادي الاهلي، وهتقدر ان هو يبقى ملف كويس. واخر جزئية في ملف الانشاءات في السلايد دي، هو طبعا في مفاجأة احنا هنعرضها للجمعية العمومية، توفير احدث تكنولوجيا في انشاء الاستاد والمدينة الرياضية، وباذن الله نكون يعني متواجدين ونشتغل على الملف ده سواء كنا داخل مجلس الادارة او برضو وفقنا ربنا في ان احنا ما نكونش موجودين. نتمنى، لان استاد الاهلي او المدينة الرياضية للاهلي هو حاجة كبيرة جدا وحاجة لازم نقف عندها كلنا ونشتغل عليها. صحيح. بشكل تكنولوجي وشكل أكثر ابتكار وتطور. احنا في جزئية في الإنشاءات، أنا يعني نفسي أعمل حمام سباحة للسيدات مغطى. وهنا احنا كنا بنقترحه في مدينة نصر، لكن يستدعي إنشاؤه في جميع فروع النادي الأهلي سواء في التجمع، في زايد، في الجزيرة. برغم صغر مساحته لازم ندرس مع الإدارة الهندسية نقدر ننفذ ده ازاي للأرض. لكن في الجزئية دي احنا، معلش نرجع بس للسلايد اللي قبلها. في الجزئية دي احنا بنقترح احنا هننشئ حمام السباحة بتاع السيدات فين. عشان كده انا بقول لحضرتك كل جزئيه في البرنامج وكل كلمه مدروسه، احنا عارفين الملف بتاعها بنشتغل فيه ازاي. هايل. كمهندس انشائي ده بيحتاج رخصه تعديل بتبقى سهله في استخراجها، اقل تكلفه، لان احنا هنوسع جسم الحمام. دي منطقه حمام سباحه الاطفال للسيدات، المنطقه اللي احنا معلمين عليها اوريدي، كوافير السيدات وغرف السيدات موجوده، احنا بس هنفتح لهم الجيم وهنغطي المنطقه دي بدوم اللي هي حوالي 600 متر، فدي اقل مساحه تغطيه، والريدي شبكات المياه سواء التغذيه والصرف موجوده. فالناس يعني اللي عارفه شويه في التكنيكال هتبقى الموضوع باذن الله سهل وبسيط، وده اسرع وانسب حل نقدر نخدم بيه
الجمعية العمومية وأهلي مدينة نصر على الوجه الخاص. على فكرة الملف ده ما بيقفش معايا هنا، احنا دارسين بعد ما هنغطي ازاي هنقدر ان احنا نكيف حاجة زي كده، وتعاوننا مع شركة إماراتية كويس. ان هي بتحسب لنا وبتدينا تصور ازاي نقدر ان احنا ننفذ الكلام ده كويس. وهي الوحيدة اللي عندها حاجة اسمها سويمينج لاين، يعني قادرين ان احنا نشتغل في الملف ده وان شاء الله نخدم الجمعية العمومية ونقدر نحققه. كارت الأهلي الذكي ده بقى جانب التطوير التكنولوجي ورؤية جديدة داخل النادي الأهلي. علشان أقدر أدفع أي خدمة داخل النادي الأهلي لازم أستخدم كارت النادي الأهلي، هي دي رؤيتنا. طب ده هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا رقم واحد الأعمار السنية الصغيرة. أنا طول عمري بخرج من تدريب السباحة أكلم الحاج يقول لي إيه، روح لأبو أحمد خد البطاطس وأنا لما هاجي حاسبه. فإحنا عايزين بعد كده الولاد يخرج من التمرين يقدر إن هو يدفع بالكارنيه بتاعه بتاع النادي الأهلي، والده عن طريق الأبلكيشن بيحول له لمحفظته ويقدر ان هو يكنترول الليمت بتاعه، يدفع بكارنيه النادي الاهلي، يقدر ان هو يحافظ على نفسه انه ما يبقاش معرض للسرقه او للخطر في فتره المراهقه، ما يبقاش عرضه ان هو يشتري حاجه من خارج النادي، يبقى الولد اندر كنترول. وفي نفس الوقت كبار السن ان لما هو يدفع اي حد فوق الستين مجرد ما بيدفع الخدمه دي بياخد خصم اوتوماتيكلي داخل الخدمات المقدمة في المنافذ المختلفة. وهنا جانب بقى اللي هو ايه، انا مش هقول له بعد اذنك كارنيهك، لا هو مجرد ما بيضرب الكارد بتاعه على المكنة بياخد الخصم اوتوماتيكلي. وبيوفر لنا كنادي اهلي بقى حاجة كده خفية، ازاي نقدر ناخد قرار. علشان ناخد قرار لازم يبقى عندنا نوع من انواع تحليل البيانات. لما انا يبقى عندي الشرايح المختلفة والاعمار السنية والناس بتدفع فين وايه اكتر المنافذ اللي عليها الطلب، بنقدر ناخد قرارات في صالح الجمعية العمومية عن طريق كارت الأهلي الذكي. فده ملف إن شاء الله برضو نقدر إن احنا مهم. نشتغل عليه. غيره عشان احنا بقينا خمس دقايق يا باشمهندس. عندنا خدمة الكول سنتر والإذاعة، إزاي إن أعضاء النادي الأهلي تقدم شكاويها داخل النادي الأهلي. يعني أنا ما ينفعش أبقى عضو النادي الأهلي وأقدم شكوتي للإدارة، يعني أنا مش داخل أشتكي الإدارة للإدارة. لازم يبقى في منظومة شكاوي تاخد رقم شكوى حضرتك وتحول للجنة المقترحات داخل المجلس. ممكن نتحرك برضو للسلايد اللي بعدها. ده جزء البرنامج الاقتصادي، انشاء شركات بحيث ان احنا نقدر نوفر فرص عمل للولاد داخل النادي، وفي نفس الوقت نقدر نعظم من موارد النادي الاهلي. واحنا اوريدي اشتغلنا على ثلاث شركات، ان دي رؤيه لشركات مختلفه وازاي ان احنا نستغل العلامه التجاريه في انجاح او اضافه دخل للنادي الاهلي. ممكن نتحرك برضو للسلايد اللي بعدها. احنا بقى قسمنا النادي الاهلي لمراحل سنيه مختلفه، ومن ضمنها ذوي الهمم. انا افخر ان ذوي الهمم جزئيه في البرنامج دي منهم، هم اللي قايلين لي اتحرك في الملف ده ازاي. وفخور بالجزئيه الاخيره ان هم بيطلبوا ان يبقى في ممارسه للالعاب الجماعيه لذوي الهمم، ويكون في اضافه للنشاط الرياضي وتجهيز اماكن مختلفه ليهم، وازاي نقدم دورات ان الناس تتعامل مع ذوي الهمم والتصنيفات بتاعتهم، يبقى في نوع من الدعم المجتمعي والدعم الاسري للناس دي، تعبانه جدا اهاليهم تعبانه جدا معاهم. فده ملف مهم جدا. تمام. ممكن ننتقل لاطفال الاهلي مستقبل الاهلي، لان السلوجان بتاعنا اولاد الاهلي مستقبل الاهلي. لكن أطفال الأهلي احنا عايزين نعمل حضانة للأطفال داخل النادي، واحنا دارسين نقدر ان احنا ننفذ ده فين. وبنستحدث بقى حاجة اسمها تدريبات سباحة الرضع، بما ان الحمد لله ربنا كرمني ببنتي وطلع عيني في الموضوع ده، ربنا يبارك في حضرتك. ومساحات للأمهات علشان يقدروا يتعاملوا مع الولاد. انا لما بروح النادي أبسط التجهيزات للأسف ما بلاقيهاش، وبضطر ان انا المطاعم هي اللي تغسل لي الحاجات بتاعت الولاد والتعقيم بتاعها لو المايه السخنه خلصت او كده. فبنطالب بحاجه زي كده تكون موجوده، وعندنا مقترح نقدر نعمل ده ازاي. السلايد اللي بعدها بعد اذن حضرتك. شباب النادي، وانا بقى امثل بقى شباب النادي، عندنا رؤيه سواء في تجهيز الشباب للقياده، سواء في ان احنا نربط ولاد النادي بالنادي تاني. انا النهارده بطل النادي في الكاراتيه، اتمنى ان يبقى في يوم في الشهر ولاد النادي كلهم بينزلوا صاله الكاراتيه وبنرجع تاني نلعب مع بعض ونتدرب مع بعض، نتبادل الخبرات ونتبادل الثقافات ونتبادل المعارف، فنقدر ان احنا نحافظ تاني على اولاد النادي الاهلي. حتى لو هوفر مساحات
بلاي ستيشن وقعدات ملتقى شباب النادي الاهلي لازم نحافظ عليهم ان هم يفضلوا جوه النادي الاهلي. الجزئيه اللي بعدها اللي بس بعد بعد اذن كده حضرتك، كبار السن بقى، وده ملف انا اتاثرت بيه شخصيا داخل النادي الاهلي. في يعني ست كبيره قابلتني قالت لي يا ابني انا مش قادره ان انا يعني حد، انا باجي النادي عشان ابقى متشافى، عشان لو تعبت محدش بيسال عليا في البيت. فاقترحنا وهي مش موجوده في السلايد حاجه اسمها بنك الوقت. بنك الوقت ان اولاد النادي الاهلي يقدموا خدماتهم لكبار السن داخل النادي الاهلي بسهوله وبيسر، وترد ليهم في صوره نقاط لما يكبروا وصوره خدمات. كويس. وبرضه احنا اتكلمنا على ازاي الكارت بتاع النادي الاهلي هيوفر لهم خصومات والرحلات اللي بتقدم لكبار السن. ننتقل للجزئيه اللي بعدها بعد اذنكم، ان انا عارف ان الوقت جري بينا. الرعايه الطبيه عندنا رؤيه طبعا، وعندنا ما شاء الله ناس كتير قوي تقدر تخدم في الملف ده. عندنا مساحات غير مستغله، مطاعم النهارده مقفوله بقالها سنتين، لو خدنا الاجزاء دي وعملنا فيها عيادات دكاتره النادي الاهلي تقدم فيها خدماتها بسعر رمزي للاعضاء، يكون في برضه تدريب لطلبه الطب داخل النادي الاهلي مع استشاريين كبار. وبنلاحظ ان دي مشكله في الدوله بشكل عام، الاسعار الكشف الكبيره وزحمه المواعيد والحجز. فالنادي الاهلي اللي يقدر يشتغل في الملف ده بجانب التامين الطبي وحملات التوعيه والتامين الطبي الشامل اللي هو يبقى في اي بي باسعار رمزيه. نقدر ننتقل برضه، دورات الاسعافات الاوليه جزء من البرنامج الطبي. انا النهارده عندي 18000 ممارس، ان شاء الله رؤيتنا ان ما يبقاش في مدرب في النادي الاهلي واقف بيدرب ما يعرفش يتعامل ازاي مع الولد لو لا قدر الله تعرض لاي موقف. جايز ده يكون موجود، لكن انا اخويا اتعرض في الكاراتيه كسر مضاعف في احد التدريبات مره، وشفنا بقدر كبير ان لا قدر الله لو حد وقع على ظهره ازاي لو انا حركته غلط او اسلوب علاجه في اول 3 دقايق ممكن يفرق كتير جدا في حالته. فلازم نشتغل على الملف ده ونخدم الاعضاء ان احنا نوفر لهم الدورات دي داخل النادي الاهلي. ننتقل للجزئيه اللي بعدها بعد اذنكم، ملف السمنه يعني جزء من البرنامج الطبي، ان احنا نوفر ان بادي، اجهزه ان بادي داخل النادي وقياسات ودكاتره في مواعيد مختلفه تخدم صحه النادي الاهلي. ننتقل للجزئيه اللي بعدها، اهم حاجه بقى داخل النادي الاهلي هم حراسه، حراس القلعه وموظفينه والعاملين داخل النادي الاهلي. ايوه. فاحنا هنقول جمله هم عارفينها وهي لمساهم، وهي الهيكله الماليه والاداريه لجميع الادارات. النادي الاهلي في فتره من الفترات كان مرتبات الناس فيه 5 مليون شهريا، النهارده احنا واصلين ل 25 مليون. ما عندناش مشكله في المرتبات على قد ما عندنا مشكله في الترقيات وفي الهيكله الاداريه وفي اعاده توظيف الناس داخل النادي الاهلي. دي طبعا الكيو ار كود بتاعنا، والويب سايت اهلي الكشنز دوت كوم نزل عليه رؤيتنا ونزل عليه التفاصيل بتاعتنا كلها وطرق التواصل. ده برنامج هايل يا دكتور، وحافل الحقيقه بالنقاط. يمكن كتير ما عندوش الـ 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 الرؤيه المتعدده في كل المجالات. في احنا خدنا منك دقيقتين في البدايه، فانت ليك وقت مستقطع بدل بنضيع، ليك دقيقتين تكلم الجمعيه العموميه في اللي انت عايزه. رسالتي للجمعية العمومية زي ما وضحت قبل كده، حضراتكم المدرب، حضراتكم اللي بتحطوا التشكيل، حضراتكم اللي عارفين مين يستحق، وبناء على رؤيته هل على هيقدمه في النادي الأهلي، أنتم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وما يقدرش أي حد ينتقص من حقكم. وهننتظر حضراتكم بإذن الله الجمعة 26/11، الصناديق هي اللي هتقول كلمتها، وايا كان قرار الجمعيه العموميه فاحنا بنحترم رايها. وتاني يوم، يوم 27، احنا بنشكرها على تشريفهم وحضورهم، وبنبقى مساندين لاي حد موجود داخل النادي الاهلي. احنا كلنا في ظهره، وكلنا في الاول وفي الاخر هدفنا خدمه النادي الاهلي. هل اديتك القناه الفرصه كامله؟ الحمد لله احنا خدنا الفرصه كامله. ليك اي ملاحظه؟ مفيش اي ملاحظه يعني. وهل لديك احلام اخرى؟ النادي الاهلي دايما يبقى رقم واحد، ونشوف استاد النادي الاهلي، ونشوف دايما الجمعيه العموميه في ازدهار، ونشوف بلدنا دايما في المقدمه. شكرا جزيلا للمهندس عبد الله العياشي، احد المرشحين لعضويه مجلس اداره النادي تحت السن في انتخابات 26 نوفمبر ان شاء الله.
شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، ونسيبكم مع البيت الكبير وعلى الكابتن إسلام الشاطر اللي بنقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده النهاردة. كل سنة وانت شاطر، طيبتم في أمان الله.